هي حكومة أمر واقع، ووجدت اعتراف من الشعب السوداني، من الشارع، من الجماهير بتاعة الانتفاضة، ولذلك نحن سنتفاوض معه. وأضاف الحلو الذي التقى بالرئيس الفكير ظهر اليوم إن الحركة الشعبية تتوقع أن تفتح السلطات السودانية الجديدة قنوات اتصال وتفاوض تهدف لتحقيق سلام شامل ودائم في السودان، واصفا تكوين مجلسي السيادة والتنفيذ بالأمر الإيجابي الذي سيدفع بتكوين حكومة مدنية تقود الفترة الانتقالية. كما قال: نحن نعتقد أن التوقيع على الإعلانين السياسي والدستوري وتكوين المجلس القيادي وإمكانية تكوين مجلس الوزراء والاتفاق على ذلك خطوة إيجابية بالطريق الصحيح، ويمكن أن تدفع لتحقيق السلام في السودان، باعتبار أنه دي قوة جديدة